ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة وكل إعادة فإفادة خرجنا الشارع المغربي باش غنقولوا للمواطنين شنو الرسالة اللي غتوجهوها للحكومة. اعتبروني فاكتور. إلا بغيتوا تعرفوا الرسالة اللي رسلوا للمواطنين أشنو فيها أجوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشريف اعتبرني فاكتور، إلا بغيتي تصيفط معايا شي رسالة للحكومة أشنو تقول لهم؟ بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللي كنطلب بهذه الحكومة برئاسة عزيز خنوش يشوفوا في الدرويز ديال البلاد، بأن الدرويز ديال البلاد غير على البلاد ديالو وبلادنا أن ترعى الأسعار والأسعار، لأن الضعيف إلا ما كانت القويميلة والبراد نتاعتي راه ما كاين والو. ولهذا كنطلب منهم يشوفوا في المتقاعدين، لأن كان بعض المتقاعدين متضررين بالأسرة اللي عندهم، وتا بعض العمال متضررين بالأسرة اللي عندهم، واللي كنطلب منهم يشوفوا فينا مزيان ويشوفوا في الشعب المغربي كله، والله يعينكم والله يقويكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشريف اعتبريني فاكتور. صيفطي معايا شي رسالة للحكومة. وهما رسالات بزاف اخويا. رسالة للحكومة يتفكروا هذا المسكين ونقصوا لنا شوية في المعيشة وفي الخلصة، ويتفكروا المراض، الناس اللي مراض. والدواء غلا والخضره غلات وكل شيء، والكميله غلات علينا ما بقيناش قدروا نوصلوها. الخلصه خصهم يزيدوا فيها ولا ينقصوا فيها؟ وخصهم يدوبلوا على ثلاثه ولا اربعه، يلاه الا جينا مقادين مع هذه المعيشه اللي كاينه وهذا الغلا اللي كاين. الله كيشوف فينا، وهما حتى هما كيشوفوا فينا لله. راه حنا ما بقينا قدينا على حتى حاجه، كل شيء غلا. زادوا بداونا بالزيت وكملوا الحليب وزادوا الخضره، اللهم ان هذا المنكر. هذه هي الرساله. هذه هي الرساله. اعتبريها وصلات. يخفوا علينا شويه من اسعار، الله يجزيكم بخير. هادشي اللي كاين ونقول لهم بدي هادشي اللي كاين راه صيفطتي معايا. هادشي اللي درتو راه بزاف سمعتي. يعني زيدونا بعدا في السالير شويه، راه 55 ولا حتى 60 راه ما داير والو. هادشي اللي كاين 55000 ولا 60000 ما داير والو. دابا انا غادي كفاكتور ندير الرساله معايا على الاقل 3500 بعدا، الله يجعل البركه. يلا غادي نجيبو 3500 درهم. تقدك غادي يلا غادي تجيبها التعادل. الخضره بكل تواضع بغيتها شويه راه 150 ما دير والو. 150 درهم ما تعمرش لك القفه. ما تعمرش القفه. لا دابا البطاطا شحال واصله دابا؟ راه 7 درهم. غادي نسلم على الحكومه. نسلم عليهم. نسلم عليهم. بلغ الله سلامك. تحياتي. تقول زعما كاين المراعاه في الغلاء ديال الاسعار، ماشي اي واحد من المتناول ديالو يشري بهذا القدر. راه كاينين الناس ربما ما عندهمش درهم ديال الخبز، وناس باغين زعما الحلال. ما كنقولوش حنا على الناس اللي كيقلبوا على الحرام، حيت اللي كيقلبوا على الحرام هادو كاع لا داعي لذكرهم. من الناس الدراوش واللي عندهم ولادهم كيقراو واللي عندهم المرضى وداك الشيء، زعما من الاحسن اعاده النظر لوجه الله في هذا الغلاء الاسعار. لا القمه لا لا لا. دابا الا بقينا كنقولوا المطيشه باقي ما لحقش رمضان وهي 10 دراهم، البصله بهذاك الثمن، البطاطا بهذاك الثمن. راه كاين الدرويش اللي كياكل مزيانه، راه ماشي غير درويش ما كياكل لا بطاطا لا فريت، بالعكس. ولا الدراويش هما اللي مساكن مولفين الحكومه اللي كدير. راه كاينين الناس كيستغلوا هذا الوقت اللي كتقولوا انتم الاسعار طلعت وكيدوبلوهم كيزيدوا من راسهم. ماشي كنقولوا حنا حتى انتم كتقولوا عاكي يسمعوكم، انتم كتقولوا طلعت وكاينين الناس بالحوانات الخضاره كلشي كيستغلوا هذا الشيء. ملي كتمشي تتقدى ولا كتقول شي حاجه كيقول لك ايوا راه قالوا نزيدوا. لا ما قالوش نزيدوا. يا كنتمنوا من الله تكون حتى المراقبه، تجدد في المراقبه. حكومة معصب بزاف من غلاء الاسعار. واش باغي تهرب اخويا؟ باغي صافي. انا ما نكذبش عليك. شنو الرساله اللي غتصيفط لهم؟ الرساله غنوصل للحكومه فهمتي، يعطوا للشباب يعني فهمتي خدماش، يعني كلشي غالي. ما اي حاجه يعني غاليه. حنا دابا كنقراو يعني فهمتي والدي وانا خويا التويمي، هذا خويا التويمي. خويا التويمي فهمتي كلشي غالي، كلشي لقيناه غالي. دابا والدينا مساكن خدامين بجوج، خدام الوالده والوالد. يلا كيتكافوا مع الوقت. بغينا نقول معطونا بكل تواضع. بكل تواضع واحد اللي قالها هي اللي كاينه. هي اللي كاينه. انا هو رئيس الحكومه خويا، الله ياخذ فيك الحق. تبدل ولا دير شي حاجه الله ياخذ فيك الحق. شنو غنقول لك؟ الشباب حنا كنضيعوا انا واخا خويا التويمي كنحسب بالطا وحده والبرد. الله ياخذ فيكم الحق. وسداري واحد. وسداري واحد.